جهاز البصمة، هذا الجهاز الصغير بات اليوم مثار جدل ونقاش منذ أن وضع في مختلف أروقة الوزارات، كما هو حاصل اليوم في وزارة التربية التي باشرت بتطبيق نظام البصمة على جميع الهيئات الإدارية والتعليمية بشكل تدريجي. هذا شيء جانب يعني مطبق على مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، وقرار اتخذ من قبل مجلس الخدمة المدنية بتفعيل هذا القرار اعتبارا من الأول من أكتوبر. لكن وزارة التربية لها خصوصية مختلفة عن بقية وزارات ومؤسسات الدولة من خلال التواجد الميداني وأيضا بعد المدارس في المناطق التعليمية، وأيضا يعني طبيعة عمل الهيئة التعليمية والجهاز المساند للهيئة التعليمية اللي طلب وضعهم بشكل إداري وفني وتوجيهي. فهذا الأمر اللي استدعى من قبل الأخوة في وزارة التربية أن تستثني هذه الفئة من البصمة، ورفعنا لهذا الأمر بهذا الجانب. مجرد صدور قرار مجلس الخدمة المدنية بتطبيق البصمة على الجميع دون استثناء، قمنا كوزارة بحصر احتياجات أجهزة البصمة للمدارس. بالنسبة حق طبعا ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية فيها أجهزة راكبة وقاعد تم التطبيق عليها من 1/10. حصرنا تكلفة الأجهزة للمدارس، تم مخاطبة وزارة المالية بطلب تعزيز الميزانية بالمبلغ اللي تقريبا نقول كميزانية تقديرية 830,000 أو يزيد يعني قليلا. ما زلنا حاليا مع وزارة المالية في آلية تعزيز ميزانيتنا لشراء هذه الأجهزة. وزارة التربية طلبت تعزيز ميزانيتها لشراء أجهزة البصمة وتوريدها إلى المدارس ضمن الشروط المطلوبة. وحرصا منا على الوقوف عند وجهات النظر، قمنا بأخذ عينة من الآراء في هذا الموضوع. لا بالعكس، التزام، تحسين ماكو أحد أعلى من أحد، خلاص الكل سواسية. أنا ضد البصمة صراحة، لأنه يعني تعيق العمل، مو ضرورة يعني في ثقة الحمد لله بالموظفين أو المدرسين، فما في داعي لها. فائدة النظام من البصمة أنها تمسك الدوام وتخلي الناس كلها متساوية وما في أي شيء يعني على البصمة. نظام البصمة الذي طبق في وزارة التربية رحب به الكثيرون من أهل الميدان، لكن قابله الكثيرون باستهجان مطالبين أيضا بإيقافه، لكن ديوان الخدمة المدنية حسم الموضوع مفاعلا هذا القانون. ديما دحدال، تلفزيون دولة الكويت.